الطالب القاضي دراوي فوزي السنة الثانية الدفعة 27 بالمدرسة العليا للقضاء خريج جامعة سكيكدا 20 أوت 1955 متحصل على شهادتي الليسونس والماستر. فيما يخص المسؤولية التي تنتظرنا بعد التخرج، أستهل الإجابة على ذلك بالقول أن العدل أساس الملك. لذلك فإن المسؤولية التي تنتظرنا والمتمثلة في الحكم والفصل بين الناس تعد مسؤولية عظيمة ومقدسة، لأن الناس عندما يلجؤون إلى القضاء فإنهم لابد أن يطمئنوا على حقوقهم وأن ينصرفوا إلى أشغالهم وهم مطمئنون بأن هناك جهة ذات سلطة لها القدر الكافي من الاستقلالية والنزاهة والكفاءة العالية التي تسهر على تطبيق القانون وتردع كل مخالف لذلك وتعطي كل ذي حق. تحت تأطير قضاة متمرسين وأساتذة أكفاء مختارون بدقة، حيث أننا ندرس عدة مقاييس ذات الصلة بالشأن القانوني، وكذلك نحضر عدة ملتقيات وورشات وأيام دراسية وطنية ودولية سواء حضوريا أو عن بعد. أما فيما يخص التدريب الميداني فنحن نقوم بعدة تدريبات ميدانية بالجهات القضائية تحت إشراف نواب رؤساء المجالس وبمساعدة رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية بمختلف أنحاء الوطن. كما أن المدرسة وفرت لنا كل الوسائل الراحة التي تضمن لنا أن نكون في أريحية تامة للقيام بالمهمة المنوطة بنا حاليا، ألا وهي الدراسة والتكوين الجيد.